حصيلة حوادث المرور لسنة 2022. أين تم تسجيل كمعدل يومي لحوادث المرور 17 حادث يوميا بمعدل 7 قتلى و28 جريح. هذا يوميا. وإذا درنا معدل خلال 4 ساعات، خلال 4 ساعات كل 4 ساعات نسجل 3 حوادث مرور قتيل و3 جرحى. وتعود الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور إلى تورط السواق بنسبة 86% من العدد الإجمالي للحوادث، معظمه من جنس الذكر، شريحة شباب حائزين على رخصة سياقة أقل من 5 سنوات، ويتميز يعني هذه الفئة التي تتميز بسلوك دفاعي في السياقة وعدم امتثال لقوانين المرور، خاصة فيما يتعلق بالسرعة. دائما في إطار مخالفات حوادث المرور، عندنا خلال هذه السنة سجلنا 6242 حادث، 2718 قتيل، 10361 جريح. يعني يبقى هذا الارتفاع النسبي في حوادث المرور خلال سنة 2020 راجع إلى تورط مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع في عدد كبير من الحوادث بسبب المناورات الخطيرة والسرعة المفرطة وغياب الوعي المروري، وكذلك السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات.